السلام عليكم متتبعين الاعزاء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الفطيره على شكل بيتزا بالدقيق الكامل بدون لحوم ولا اسماك. انتم كيف كتشوفوا عاديه، انما راه كتجي بنينه وزوينه. درت اليوم انا صايمه وبغيت نشاركها معكم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم يا ربي. بالنسبه للمقادير اللي فيها، يعني ما فيهاش داك الشيء كثير، دغيا كتوجد ما كتاخذش الوقت بزاف، لان كتعرفوا الدقيق الكامل اللي بنخاله ديالو دغيا كيطيب ما كياخذش الوقت بزاف. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، ونتمنى ما تنساونيش كيف ديما في الدعم ديالكم وفي التعليق ديالكم الزوينين، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها، واللي جربها يقولها لي في الكومنتير، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. بسم الله على بركة الله. الدقيق القمح الكامل اللي فيه النخالة انا غربلته شوية حيت لي ديك النخالة الغليظة بقات فيه غير هادي، انتم كتشوفوا كانت النخالة رقيقة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنايا درت واحد 3 الكيسان ديال الدقيق، غنزيد شوية ديال الملحة. الملحة هنا كتبقى على حسب الذوق، كل واحد وشحال كيدير ديال الملحة. وغنزيد عليها واحد خمارة حمراء، وغنزيد واحد معلقة معامراش ديال هانتوما ديال الخميرة، خميرة حبوب دابا مع البرد. وهنايا واحد جوج معالق ديال الحليب، الحليب كيما كان عندك بودرة ديريه، كان الحليب طايب ديريه، كان الحليب بارد ديريه، يعني كيف ما كان الحليب ديريه. 3 المعالق ديال الحليب، وغادي نزيد شوية ديال الزعتر كيف كتشوفوا هنايا. الزعتر انا عزيز عليا كنكثرو، واحد شويه ديال البزار حتى هويا هانتوما. وغادي نخلط كلشي، كنبسبس هاد الشي كامل مع هاد الدقيق. كيف كتشوفوا كنبقى عليه هكا حتى كنبسبسو كامل مزيان، وكنزيد واحد 3 المعالق ديال زيت العود هما. ها الاولى ها جوج، ها ثلاثه، ها هما 3 المعالق ديال زيت العود. نزيد عاوتاني نبسبس مزيان، ندخل في هذا الزيت مع هاد العناصر كاملين اللي درت. هانتوما كيف كتشوفوا كيولي كلشي مبسبس بحال سكسو. صافو كنجمع العجينة بالمهدافي، آه
حاولوا ما تكتروش الماء بزاف حيتاش دغيا كت كيولي جاري. غير شويه الماء تجمعيها وعاودي تزيدي الا كان خاصها الماء. الان ها هي كتشوفوا مازال خاصها واحد شويه ديال الماء. نزيد مازال شويه الماء ها انتما كيف كتشوفوا غنعجنيها مزيان وغنخليها في واحد البلاستيكه نغطيها فيها ترتاح شويه عاد نرجع معكم. ها انتما كيف كتشوفوا ها هي عجنتها مزيان. دابا غنغطيها بالميكا ونخليها وغادي نجي هنايا باش نوجد لاصوص اللي غادي ندير ليها. هانتوما كيف كتشوفوا غناخد كاسرونه غنقطع فيها واحد الفلفله خضاريه فلفله خضراء كيف كتشوفوا كنقطع غير داك التقطع العشوائي لان مازال غادي نطحن هادشي كامل. وغناخد الربيع حتى هويا ومطيشه مقطعاها والبصله نتوما كيف شفتو البصله حتى هي قطعتها غير طريفات مطيشه هكاك واحد جوج دروس ديال الثومه والربيع. هنا شويه ديال الزعتر وهنا غادي نزيد عليها العطريه شويه الملحه. انا الملحه ثاني كتبقى على حسب الاختيار كل واحد واش كيبغي الملحه كثيره ولا قليله. شويه ديال البزار بالنسبه للعطريه اللي التحميره حتى هي تكون شويه واحد المعلقه شويه عامره شويه باش تجي حمراء لانه انا ما كنستعملش مطيشه ديال المصبره اي مطيشه ديال الحك. استغنيت عليها هاد العام كاع هاد العام تقريبا كامل ما استعملتهاش في الطياب ديالي. وهنا غنزيد شويه ديال زيت العود كيف كتشوفوا وغادي نردو باش يطبخ هاد العناصر كامله نديرهم يطبخوا واحد 10 دقائق هكاك. مع كاس ديال الماء كيف شفتوا كاس ديال الماء تاع العنبه وهنايا خديت الصينيه ديالي المقله الثقيله دهنتها مزيان بالزبدة ورشيتها بالدقيق كيف كتشوفوا. هذه راه الطريقة كلشي تيديرها في الوقت اللي رديت فيه داك الكاسرون باش يطيب. انا سرحت العجينة نحاول نقادها دابا في المقلة بينما وجدت ليا ديك لاصوص. هنا العجينة غنسرحها كاملة ونحاول نقادها مع هاد الطابة. هادي عندي كبيرة شوية هاد المقلة شوية كبيرة ديكشي علاش درت ربعة الكيسان تلاتة الكيسان ديال الدقيق لأن عرفتها كبيرة غتجي باش تجي فيها هي هاديك. صافي غنسرحها مزيان كيف كتشوفو لاصوص ديالنا هو طاب. هاهي راه ديك الما راه نشف اللي كان فيه وغادي نخليه يبرد شويه وغادي نطحنو. انتوما كيف كتشوفوا راه الا كان الكاس ديال الدجاج ما تحتاجوش كاع تسناوه يبرد ولكن لكن الكاس ديال الميكا يستحسن انكم تخلوه يبرد شويه ما ديروش بحال كي درت انا. بعد ما طحنته
غادي نرد عاوتاني فوق البوطه باش يدير مزيان باش ينشف مزيان هاد لاصوص. نديرو يطبخ مزيان وينشف، الا باقي فيه شويه د الماء اللي تلقات مطيشه اولا البصله غنديرو باش ينشف مزيان فوق البوطه، عاد ديك الساعه غنديرو فوق العجينه ديالي. هاد لاصوص اغلبيه كيستعملوه بزاف في البيتزات وفي هذا. انا زدت ليه شويه ديال التحميره باش تولي حمراء لحقتاش ما عنديش كيف قلت لكم مطيشه. وهذه العجينه ديالي بعد ما سرحتها ودوزت عليها فرشيطه كامله، وانتم كيف كتشوفوا السمك ديالها كيتيبان لكم. ما كنسرحهاش بزاف لحقتاش هذا غير الدقيق كامل بوحدو ما تيديرش ما كيتنفخش. وهنا لاصوص ديالي بعد ما نشفات كيف كتشوفوا فيها، ها هي لاصوص ديال البيتزا. يا سلام كتجي ريحتها زوينه. خليتها حتى بردات هانتوما، عاد غادي نديرها فوق ديك العجينه نسرحها مزيان. بعد ما سرحت فوق منها مزيان لان كتجي معلكه، ديك لاصوص كتجي معلكه وزوينه، غادي نسرحها مزيان فوق ديك الفطيره ديالي. عاد غادي نجيب الفلفله الوان، انا عندي غير حمراء وخضراء غير باش نزوق بها، غير باش كتهرس اللون الخضر كيهرس الحمر والحمر كيهرس الخضر، يعني كيعطي واحد اللون زوين مع بعضياتهم. صافي كل واحد اختيار ديالو. اي حاجه موجوده عندك تقدري ديريها، كان دجاج ديريه، كان الحوت ديريه، كان اي حاجه عندك ديريها. المهم انا هذا الشيء اللي كان عندي موجود في الدار، ما درتش فيها لا حوت لا دجاج لا والو. وهاد الزيتون سلايس حتى هويا زدت عليها شي حاجه اللي هي بسيطه وما فيهاش القوه بزاف، انما راه كتجي بنينه اكثرين. لاصوص ديالها راه كتجي بنينه، غير جربوها البنات الله الا كتجي واعره اكثرين. دابا جاي رمضان ان شاء الله تنحتاجو بحال هاد لي صوص وبحال هاد المسائل اكثرين. في الصيمانه الاولى ديال رمضان كيكون فينا واحد الجهد، يا سلام خصنا كل نهار نديرو شي حاجه جديده، كل نهار نخربقو. وهنايا غادي نوجد واحد لاصوص بيضه اللي بديل ديال الفرماج حمر، بديل ديالو غادي نوجدو بهاد العناصر، جوج فرماجات متلتين وبيضه وواحد معلقه ديال جبن، شويه الملح وشويه البزار. كيف كتشوفوا هما العناصر قدامكم، غادي نطحنهم وشويه ديال الحليب نسيت ما ذكرتوش، وشويه ديال الحليب. غنجيب هادشي كامل غادي نطحنو مزيان في الكاس ديال العصير. هادي كيكون بديل ديال الفرماج، كيجي حتى هو بنين. الا ما كانش فرماج حمر كديري هاد الطريقه كتنفع، كيعطي حتى هو نفس البنانيت ديال الفرماج الحمر وحتى هو كيجي زوين. نتمنى هاد الفكره حتى هي عطنا الاعجاب ديالكم وتنوب عليكم فشي اوقات الا ما كانش الفرماج الحمر ديروا غير البديل ديالو، حتى هو راه كيجي خطير كيجي زوين. زدت هنايا الفرماج، دوك قطع ديال الفرماج ها همايا، وزدت عليهم شويه ديال الجبن وشويه ديال الحليب باش غير تدور فيه الماكينه، وغنطحنو مزيان. بعد ما طابت الفطيره كيف كتشوفوها هي غنزيد نزوقها بشويه ديال الزيتون كحل، عاد غادي نخليها دير شويه، عاد نخوي فوق من هذاك الخليط اللي صوبت.
بالنسبة لخالد الصوب تا هو كيف كتشوفوه راه ما تاخدش الوقت حتى هو في الفران، يعني بين دقيقة حتى لجوج دغيا كيوجد. هانتوما كيف كتشوفو خويتو فوق الفطيرة كامل راه كيجي بحال الفرماج الحمر تماما. الا ما كانش الفرماج الحمر في الدار هذا هو البديل ديالو، كيجي زوين وبنين. هاهو بعد ما طابت الفطيره ديالي هانتوما دغيا كيف قلت لكم هو دغيا كيطيب. هاهو بعد ما خرجتها من الفران هانتوما شفتوا راه داك البديل ديال الفرماج كيبان بحال الفرماج الاحمر نيت. سلقت واحد بيضه كيف كتشوفوا ودرتها ودرت حكيتها، حكيت داك الابيض ودرته كامل في الجناب غير على ود الديكور. والصفر هو كتشوفوا فيه في الوسط حتى هو راني فرتته كايا في الوسط. نتمنى الفطيره ديالي تعجبكم، ووصلنا يمكن النهايه ديال الفيديو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الفطيره ديالي والطريقه ديالي باش قدمتها والطريقه باش وجدتها. وكنطلب منكم ما تنساونيش كيف ديما في الدعم ديالكم في التعليق ديالكم الزوينين. وإلا كنتو أول مرة كتزورو قناتي مرحبا بكم، ما تنساوش ديرو تفعيل الجرس. وبالنسبة للناس اللي ديما معايا شكرا لكم، وشرف لي أنكم تكونوا